يا من خلقك ربك فسواك، وهو الذي رزقك وكساك، وأطعمك وسقاك، وأمرضك وشفاك، فمن كل خير سألته أعطاك، ومع ذلك عصيت وما شكرت، وأذنبت وما استغفرت، تنتقل من معصية إلى معصية، ومن ذنب إلى ذنب، كأنك ستخلد في هذه الحياة الدنيا ولن تموت، تبارز الله بالمعاصي والذنوب، غافلا ساهيا عن علام الغيوب، فليت شعري متى تتوب، متى تتوب، أتتوب عند هجوم هذه اللذات، أتتوب عند الممات، وهل تظن يقبل منك ذلك في تلك اللحظات؟ استمع إلى من أنعم عليك وهو يتحدث عن أولئك الذين بارزوه بالذنوب والمعاصي ولم يخشوا يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. انظر ماذا قال الله عنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا تتمنى الرجعة يا هذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا فقد أمهلناك، كلا فقد تركناك، فتماديت وما رجعت وما باليت، كلا فقد انتهى الوقت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قد تقول: ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ أذنبت كثيرا، عصيت كثيرا. أقول لك أخي: عجل، عجل ما دام باب التوبة مفتوح. نعم، لا يزال باب التوبة مفتوحا لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب.